50 عاما تمر على نصر أكتوبر المجيد، يوبيل ذهبي لمعركة العزة والكرامة، الذكرى التي تستحق التخليد للأبد لتعيشها كل الأجيال القادمة. تأتي هذه المرة بشكل مختلف، حيث إن مصر تخوض نفس المعركة في الوقت الحالي، ولكن بأدوات ومسرح عمليات مختلف بهدف الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية. ذكرى حرب غيرت العالم، وما زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن. حرب عاشها كل بطل من أبطال مصر كان يئن على أراضي سيناء الحبيبة لاغتصابها. فقبل 50 عاماً تصورت إسرائيل أنها تستطيع كسر إرادة الجندي المصري، وأنها من الممكن أن تكرر ما حدث عام 1967. في هذه الذكرى نتذكر كيف بدأ الجندي المصري أولى معاركه بالضربة الجوية، ما غير نظرة الجندي الإسرائيلي التي تدرب عليها، وتم كسر حاجز الصوت فوق سيناء الحبيبة، وبدأ إطلاق النار المكثف وعبور قناة السويس ورفع العلم المصري. حرب خاضتها مصر بخطة محكمة أذهلت جنود العدو في أقل من 90 دقيقة، حيث سقطت أسطورة خط بارليف الحصين، وتهاوت حصون الأعداء، ورفرف العلم المصري على الضفة الغربية. ذكرى انتصار تضافرت فيه جهود الشعب المصري والجيش لمواجهة العدو، حيث انتصرت مصر في حرب تدرس عالمياً باعتبارها انتصاراً للعسكرية المصرية وتجربة فريدة أظهرت العبقرية المصرية وهي تقف لحظة مصير عام 1973. بسم الله. لقد نسجت حرب أكتوبر خيوطاً متماسكة لآلاف من قصص البطولات والتضحية، ما زالت تتكشف أمام أجيال جديدة لم تشهد المعارك، لكنها باتت تعاصر مفاهيم جديدة للسلام والعداء.